أحياناً أغار من صديقاتي المزدوجين لما يروحون للعيادة أو الدكاترة يعاملوهم باحترام. حصلت لي مشكلة vaginal infection، قالوا لي أتوجه للعلاج الحكومي المجاني، لكن اكتشفت وجود لوحة على الباب. دخلت على الدكتورة وهي عم بتحط الرقم المدني على الكمبيوتر، طلع لها سينجل بشكل كانت تحسسني كأنه أنا يعني مخلوق عمل شي فضيحة. قالت لي سواب أنا ما أقدر أسوي، في دكاترة ثانيين ممكن يقبلون. قلت لها زين أنا مواطنة، الدستور يكفل العلاج. قالت لي تصرفي. أنا كنت أستخدم التامبونز وما أتذكر إذا شلته أو لا. فوراً رحت على الجاينيكولوجيست بمستشفى خاصة، فقالت لي الدكتورة ضروري إني أكشف عليك. بدأت تسألني إذا أخذ أدوية معينة أو إذا عندي حساسية من شيء، فقلت لها لا ما عندي. قالت لي بعد شيء أخير، أنتي متزوجة أو لا؟ فقلت لها لا أنا مو متزوجة. خافت جداً جداً وقالت لي أنا ما أقدر أكشف عليك. فقلت لها ليش؟ أنا أبي مساعدة طبية. قالت لي هذا مو مني والله، هذا تعميم من وزارة الصحة. فمشيت رحت على مستشفى خاصة ثانية. الدكتورة قالت لي أوكي رح أفحصك، قعدي على السرير. وقالت لي بعد شيء أخير، أنتي متزوجة أو لا؟ فقلت لها لا. الدكتورة فوراً شالت الجلوفز وقالت لي آسفة ما أقدر ألمسك. If she's virgin and she comes and tells me, you know, examine me, I wouldn't examine her, to be honest, okay? Because I don't want to put myself in a problem and she'll go outside and say, this doctor, she did this and this. So for me, I wouldn't do it. And I think the majority, if she's virgin, they wouldn't examine her, to be honest. Okay, because we don't know what she will, what will happen. I mean, she can complain, she can sue me. So if it is me, I wouldn't do it.